نقول لك دابا الصباح كامل البركه اللي دبرتي. الصباح كامل البركه هي اللي دبرت اخاوي. شحال جمعتي صم؟ واحد 30000 فرانك ولا 40000 فرانك اخاوي ديال. مضخم 40 انا باقي. ايوا راه باقي خصنا اخاوي ديال. موجود الله حنايا دراويش اخاوي ديال. ايام الاخرانيه كيطيح السوق. فهمتي كاين دروش يقصد السوق داو فهمتي. ياك اخ. طاح مره. هذا كنت شريتو ب 5500 درهم. واليوم شحال صباح في السوق هذا؟ اليوم بحال هذا تديه ب 4000 4500 درهم. يعني ما تزربش بنادم الحاولي موجود. ودابا اصغر حاولي ساقسيزي اليوم شحال جبرتي الثمن ديالو؟ اصغر حاولي ساقسيزي جبرتو 180 فرانك، ديرو في كوكوت وطيب واخاي فرح. الشاري قليل، كسيبه موجوده، ما كاينش هذيك النشاط ديال العيد باش نكونوا واقعيين، ديك القوه كيقربوا بنادم وديك الحلاوه وكذا راه ما كايناش. الدوله ما عاوناتش الفلاح بشويه الدعم ديال العلف والو. داكشي اللي خلى هاد الفيبطه طلعوا هاد العام. خاوي ديالي تبارك الله عليك. الله يكبر بك اخاي ابراهيم. كيفاش دابا باقي ما دخلتش للسوق؟ قولي الاجواء كيفاش عامله الداخل؟ اجواء تنقول لك بداو كيرخفوا على الدراويش فهمتي. الدرويش كاين ماشي عايد ان شاء الله. ايام الاخرانيه كيطيح السوق فهمتي. كاين الدرويش يقصد السوق داو فهمتي. ياك اخ. طاح مره. وهادي واحد الهضره اللي كتفرح. دابا انا قلت لك البركه هادي شحال دبرتي هادشي؟ ما تجيش على بالك. 1000 درهم. قال. 80. قال. 70. يا عاش مزيان اللهم بارك. دابا هذا 70000 فرانك مضخم اخويا. الدرويش ولي جبر باش يعايد عاوتاني. عاوتاني خص تكون عندك اللسان. اي معروف انا. كان شي عندك لسان ياكلك. لسان حلاوه وقلب مقاوه هذوما طنجاوه. هذوما طنجاوه. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تاريخ ابراهيم. دابا نسينا هذا المشروع اللي عندك واش كتخدم على طول العام ولا حتى العيد كبير؟ لا دائما للطول. يعني دائما. دائما. قول لنا شنو عندك هنا؟ عندنا الخوخ، عندنا الليمون، عندنا التسمار، عندنا فريسه وبنان. ومعروفة العصير هذا طبيعي. دائما طبيعي خي ابراهيم، تقريبا 10 سنين وزيادة خي ابراهيم. وفي الأيام السعادية شمن شمن المعامل كنخدم الحامة الكرزيان. يعني الكرزيانة ومعامل مدمر. أيوة اللهم يسر، شكرا بزاف. وشريتي شي عيد؟ عملنا شي بركة خي ابراهيم. واليوم قالوا السوق كيفاش طلع اليوم؟ غادي نقول لك خي ابراهيم، كل واحد ورزقه. اليوم كيبان بحال اللي غادي يرطب السوق شويش. يعني انت شريتي على بك الا قلتي شريت بركه على بك خي ابراهيم. اي والله جانو تحيه محمد خي ابراهيم. تبارك الله عليك الله يرحم والديك. شربوا شي كاس العصير. عاد لنا شي جوج. دو الخوخ الليمون ديال الشطيب. عاد اللي بغيتي. الخوخ الليمون. ها انا شكرا. سيدة سعيد مدير أخرى عجيب. كما شفتوا مع الدخله السوق ساقسينا للصديق ديالنا قال لك السوق بقى كيطيح. وهذا واحد الخبر اللي هو مزيون. ودابا ندخلوا للسوق ونشوفوا الاسمنه اللي كاينه هنا. ها اللي بحالنا خايسو خاي جاوات. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. الله يجازيك بخير. عواشر مبروكه علينا وعلى جميع المسلمين. اليوم السوق كيفاش عامل اخاي جاوات؟ انا اخاي ابراهيم ما شريتش اليوم، انا شريت هذا السيد الصديق ديالنا كل عام كنعايدو من عنده كيدخل كيعيط لنا. السوق اليوم مزيان ماشي ديك الغلا. الحاولي موجود، حاولي موجود، والانسان يبقاش ويدي بالاثمنه اللي بغى فهمت. وهذا شحال كنت شريته زين؟ هذا كنت شريته ب 5500 درهم. واليوم شحال صباح في السوق هذا؟ اليوم بحال هذا تديه ب 4000 4500 درهم. يعني ما يتزربش بنادم الحاولي موجود فهمتي. دابا السوق طاح شويه خاي ابراهيم. مزيان الدرويش عاون مسكين ساوي. الدرويش غادي يعيد بجود الله السميع العليم. الخير موجود، حاولي موجود، وما يتقلقش وما يتعصبش فهمتي. الرزيق ديالو غيوصل له حتى ندو ان شاء الله. خاو ديري تبارك الله. الله لك ابراهيم. كي داير اخي ابراهيم؟ مزيان الحمد لله. كيفاش بان لك السوق اليوم؟ واش غنقول لك اخي ابراهيم؟ لا كدير هاي دوره دابا، كدير هاي دوره ب 150000 فرانك و 170000 فرانك. والله الا غير هاي دوره بالله. يعني السوق باقي هو هو وصال. الله يكون العون في الدرويش اخي ابراهيم. زعما صراحه وقت مزيره وكانوا كيوادونا بهذا الدعم ديال هذه الحواله اللي كيدخلوا. قال لك الدعم 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 كيعطاو غير الكسابه اخي ابراهيم. الكسابه اللي المساكن اللي واكلين الدك عطاوهم الدعم. هذاك خفوا علينا شي حاجه اخي ابراهيم. الدعم عاطين 500 درهم الاسبانيول والبرتقيز وخلي الدراهم وخلي الكسابه مساكن تاهما. تاهما الله يكونوا في العون تاهما. زعما الصراحه الالف غالي اخي ابراهيم.
ايوا قلت لي كاينه خيبه. يعني الاثمنه اللي جاتك اليوم ما كتفرحش؟ الاثمنه بالنسبه لها مع العام اللي داز راه تقريبا 70 فرانك 80 فرانك اللي زايده خا ابراهيم. بزاف اصاحبي. زين اليوم جيتي واش تشريها ولا جيتي؟ لا جيت نشريها خا ابراهيم والله. واش جبرتي الحولي غادي واش تشري ولا ترجع بحال؟ واش غادي نقول لك انا ما غاديش نشري لا بالي الا ما بالي ما نشري ما معيتش هذا العام انا راح نقولها لك خا ابراهيم. يعني كتشوف ديك الفلوس اللي عندك وديك الحاولي اللي كيطلب مولاه ما كيستاهلش. واش غادي دو الحاولي 2000 درهم هزو ديرو في كوكوت وطيبو اخي ابراهيم بزاف اصاحبي. يعني الحاولي اللحم تقريبا الا ديتي حاولي ب 2000 درهم بحال اللي كتقام عليك 200 درهم الكيلو ولا 250 درهم الكيلو انت كتشوف اخي ابراهيم حيد الهيدوره حيد الدواره حيد. ودابا اصغر حاولي ساقسيزه اليوم شحال جبرتي الثمن ديالو؟ اصغر حاولي ساقسيزه جبرته ب 180 الف فرانك ديرو في كوكوت وطيبو اخي ابراهيم. والله العظيم بالله تبارك الله يكون العون في الدرويش اخي ابراهيم والله تبارك الله. زعما الدعم هذا اللي داروا زعما الدعم كيحسن يعاونوك السبب زعما ديالنا حنا يعاونوا حتى هما الله يحسن العوان اخي ابراهيم حتى هما الالف غالي ما شفنا قال لك الحواله غيدخلوا من اسبانيا ما الحواله مدعمين ما مدعمين ما شفنا حتى شي حاجه السوق انت كتشوف العافيه اخي ابراهيم. السلام اخي ابراهيم بخير كلشي بخير الحمد لله. كيفاش عامل السوق اليوم؟ السوق الخواش عاد نقول لك فحال اللي عاد عم بداو الشاري الشاري قليل كسيبه موجوده ما كاينش ديك النشاط ديال العيد باش نكونوا واقعيين ديك القوه كيقربوا بنادم وديك الحلاوه وكذا راه ما كايناش فهمتي ولا السلعه ها هي موجوده الثمن شابرين الثمن واقفين فيه وهادشي اللي يطلع فهمتي يعني ما كاينش ديك النشاط السوق العيد كيقرب السوق كيطيح الدرويش كيتسخر فهمتي يعني بنادم قلبو بارد مره هذه الحاجه اللي اي واحد تسقسي عليها يقول لك بان العيد كيقرب وديك النشاط العيد ما كاينش السوق انت كتشوف بارح حد قايل هيدا يوم السنين قايل هيدا يعني درجه بنادم كيشري انت كتشوف كاين لا تحاس لا تدفع فيا ماشي بحال الاعوام اللي كنا كنعرفو حتى هذه الوقفه هذه ما نقدروش نوقفوها لكن بحال اللي كنعرفو حنا طنجه هو العيد وهو ماشي هو كيقرب دابا انت كتشوف يعني برافو عندك الحق هادشي اللي عطا الله ابراهيم شكرا خويا تبارك الله عليك الله يعزك اخويا قلت لي هاد السيمانه جبتيها كامله كتشوف السيمانه كامله هنايا وكيفاش داك السوق اليوم؟ ايوا السوق زايد شوف فيا دابا هذا كيقول 190 دابا هذا كيقول 190000 والله ما فاز 7 كيلو ديال اللحم قسما بالله يعني كيقول لك فيها مفاهمة اش من مفاهمة دابا شحال دابا شحال يقول لك شحال تيحك ديال اللحم وشحال يحسبك ديال اللحم يقول لك 150 بحال اللي قال لك 200 درهم يحسبك كيلو ما كاينش مقرر ما كاينش يقول لك يراقبني وما كاينش ما كيخافوش من الله الناس هذو قسما بالله غشي وراه تما الساعه ديال هذا فين يا ساعه يا ساعه لا خلاص سبحان الله العظيم كاين اللي كيجبر صاحبه وكاين اللي كيشري وكاين عاد اللي كيبقاش على رزقه ونتمنى ان شاء الله كل شيء يشري بثمن مناسب انا نكملوا على الجوله ديالنا لا جات يا ابراهيم لا هو انا مع حمزه كادي خياس 4500 تبارك الله وهذا خاي عزيز اللي جالس هو عينو وهذا خاي عزيز عندك 5000 درهم هذا واقيلا ناقص شويش صغير شويش نوض نشوفك ولا مصنوط شي هيدا صافي خليها يرتاح خل هذا شحال شحال البركه 2500 خاي عزيز السوق ما بقاش كيما كان في الاول لا ما بقاش كيما كان اخو هذا العام بالخصوص هذا العام طنجه شويه ناقصه بزاف نوضو هذا نوضو نعم مسكين واخد راحته وهاد البركه خاي عزيز شحال هذا كنقولوا 7000 درهم اخويا 7000 درهم تبارك الله يعني ما بقاش الاثمنه كما كانت في الاول لا ما بقاتش لا مع بحال قلتي لي 120 مسكين ضر بزاف دابا من هنا غدا ان شاء الله الله اعلم ما نقدرش نقول لك شي حاجه واخر نهار اللي غتبقاو غادي في الطياح هي غدا غادي في الطياح واخر نهار دابا اللي عندكم معنا هنايا فوق صافي غادي يبقى دير والو يمكن اليوم اليوم نهار الاخران يمكن يعني تقدروا اليوم ترجعوا بحالكم لا نمشيو للدار بيدو ولا شي بلايصه ونزيدوا بحال ان شاء الله قول لي منين جبتي هادو؟ هادو من خنيفره من خنيفره تبارك الله مرحبا بكم معنا في طنجة بارك الله فيك دابا هذا تبارك الله شحال الثمن ديال ٢٢٠ هذا وقيله مبيع ياك وهاد الغزال هذا هذاك مازال ما مبيعش شحال الثمن ديالو هذاك هو فيه 300 صالون فرنك يعني السوق واقيلا شويه على اللي كان ياك السوق واخر دابا النهار عندكم يعني معنا هنايا فوق اش يعني هاد الساري نهار الاربعاء ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله وهذا الثمن ديالو شحال هذا كان
330 نفر، يعني حتى الاثمنه ما بقاتش كما كانت في الاول. ما بقاتش، والناس راه خاسره، الناس جايبه الغلا معاها والعلف غالي والمشاكل ديالها سمو، الفلاح ما معاونش، الدوله ما عاوناتش الفلاح بشويه الدعم ديال العلف والو، داكشي اللي خلى هاد البيض تطلعوا هاد العام. من ناحيه دابا كيفاش عامل السوق في طنجه مثلا؟ كاين الاقبال؟ بارك الله، جات البركه بنادم راه كيفك باش معطل الله، اللي جاي بعدا راه جات لهنا صافي ضروري خاصو يفك باش معطل الله ان شاء الله. وتتعرف الفلاح هذا هو الموسم ديالو، اما يخسر اما يربح، وحده في الجوج، على حقاش راه الموسم ديال الحلي هو هذا. خاو ديالي تبارك الله، تبارك الله عليك اخي. اول مره جيتي للسوق وتسخرتي اولا سباق لك جيتي؟ لا جيت انا البارح، البارح بالليل هنا جيت وتسخرت من عند سي ابراهيم هنا. يعني تسخرتي وعجبك الاثمنه اللي عمل لك؟ من ناحيه الثمن عجبني صراحه، كامل الثمن هذا السيد هذا. وهذو البركه دابا شحال ديسيو؟ هذو البركه عندي هذا 285. 285 وهذو البركه هذا 270. يعني الصراحه مقارنه بين الحوالي اللي شفت اليوم، كنشوف هذا السيد هذا الانسان يزيد هذيك 300 درهم 400 درهم يدي يحاولي. نعم حاج درنا واحد الجوله هنايا جبرت حاولي صغار. البارح جيت هنايا في العشيه، والعشيه كامله كانت تطيح اللي تلاقيت مع هذا السيد هذا. سبحان الله العادي. درت السوق كامل تبارك الله، جبرت هذا السيد هذا هو اللي عامل. يعني بصح شوف كاينه فرق كبير دابا. نعم نعم. كاين اللي خصو دابا يبيع يمشي بحال. شوف الانسان خصو يدور. يدور برافو. اي دور حتى بلاتي اللي ما تقلقش تيجبر صاحبي. هذه هي الهضره، تحيه يا سيدي. شكرا لك. تبارك الله عليك اخي. احسن من الموتور في العالم. يرحم والديك ابراهيم. سلام سلام عليكم اخوتي الاخوان ديالنا. اقسم معايا باي والو. باي اخاوه ديالي هاتينا كتعرفوا الرزيق على قد هذا العام هذا، ما كايناش بيع وشراء اخوتي. بحال اللي كتعرف اخاوه ديالي والحولي غالي اخاوه ديالي، ورا الله احسن العون الدرويش اخاوه ديالي وتعاونوا معانا. راه مره خاوه ديالي قنيبه كتقول له 5 دراهم كيعطيك فيها 2 دراهم 3 دراهم، موجود الله خاوه ديالي. وغير الشناقه كاينه في هذا السوق هذا، والغلا خاوه ديالي وموجود الله الدرويش خاوه ديالي. اجي نقول لك دابا الصباح كامل البركه اللي دبرتي. الصباح كامل البركه هي اللي دبرتها خاوه ديالي. شحال جمعتي سم؟ واحد 30000 فرنك ولا 40000 فرنك خاوه ديالي. ومضخم 40000 باقي. ايوا راه باقي خصنا خاوه ديالي العواشر هذه، باقي الطحين باقي الزيت باقي البصل. شريتي الحاولي ولا باقي؟ ما شريناش الحاولي اللي موجود الله حنا يدري واش اخاوه ديال هذيك، غنشوفوا شني كاين واش غنشري ولا ما غنشريوش يا اخاوه ديال الله. الا اخاوه دابا من الاحسنيه شي حاجه ما يطيح السوق باش الناس تدخل تشريو ويجيو الناس، وهذه راه الدرويش طالعه فيها حتى اللحظه. خاو ديالي تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، مشرفين. دابا اول حاجه تعرفنا براسك هنا شني كتعمل مزيان. انا كنبيع اي حاجه فيما كانت الدراهم انا معاه. يعني دابا شني عندك اليوم هنا؟ هنا العصير كيكون انرجي كل ساعه وساعات. دابا نسينا ملي بدا السوق ونسينا معاهم هنا. قبل زمان جيت حتى شي واحد من واقيلا 10 ايام. واليوم السوق كيفاش عام؟ الناحيه ديال شخ الاسمين انا كيبان لي طالع. يعني باقي طالع. الله يحفظ جداد بالهيدوره وقرون كيعملوا له 280 290. انت واش شريتي ولا باقي؟ حنايا باقي. شنو اللي خلاك تعطل؟ لا حنايا باقي كنشريو النهار الاخر راني كنهبطوا من 4 ايام ما كنشريوش من هنا. اغلبيه كنشريو من الجو. يعني كتشريو من الجو، انت ما كتشريش من هنا. ما كنشريوش من هنايا مار. هنايا خو ديالي مزيان الله يرحم والديك الله يعزك. قول لي السوق دابا باقي طالع كيما كان. هما كيزيدوا يطلعوا باقي العيد يومين وما كيبقى بنادم عا طالع طالع. حقو واحد سيمين تاع محلات صحيين الدراري الحوامة تصدى. تصدى مرة أخرى جيتي نكامبو رحمنا بك كاين أخي الله يرحم والديك. واش نقول لك كاين شي إقبال على قنبة؟ قنبة كانت كتباع وكنترزقوا فيها بركة الله كانت ديوها فيها. واليوم واش كاين شي بيع وشرا موجود؟ بيت اليوم بعت شي 18 اليوم تبارك السوق كيفاش عامل؟ في النظر ديالك؟ هذاك اليوم تعوض السوق. ياك اخي كاين اليوم تعوض كاين رخ. ما شريتو الحاولي ولا باقي؟ شرينا دابا باش ثلاث ايام شرينا. وهذه هي نهاية الفيديو تبارك الله الحرارة، وكنتمنى ان شاء الله الاسمنة ترجع مناسبة الدراويش باش كلشي عايد والحاولي موجود. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.